افتتاحية ناشونال ريفيو، التحالف الناشئ بين روسيا والصين. تقول الافتتاحية إن الصين حولت العقوبات الغربية على روسيا لصالحها، بحيث زادت تجارتها مع موسكو، ولا سيما تجارة النفط والغاز. وعليه فإن الصين لا تريد هزيمة روسيا ولا انتصار أمريكا، فللصين مصلحة في إطالة أمد الحرب التي تبقي روسيا تابعة لها وتشتت انتباه الولايات المتحدة. كل هذا يشير إلى أن الصين ستزود روسيا بالعتاد عندما ترى ذلك ضرورياً. وتشير الافتتاحية إلى أن الصين قوة مهيمنة آخذة في الصعود، وما مبادرتها للسلام إلا حملة علاقات عامة لتلميع صورتها عالمياً. وتختتم الافتتاحية بالقول إنه يتعين على واشنطن الاعتراف بأننا لسنا شركاء مع الصين التي هي شريكة روسيا وإيران، بل نحن في حرب باردة جديدة، وأن العقوبات الأمريكية على الصين سيكون لها تأثير سلبي على الولايات المتحدة أيضاً. قد يكون قبول هذا الواقع مزعجاً، لكنه نقطة انطلاق للتصرف بواقعية وحكمة ومن دون تضليل. جيم جيراتي في واشنطن بوست: من الأفضل أن يكون بايدن مستعداً بشأن التحذيرات من الأسلحة الصينية لروسيا. يثني الكاتب على فكرة الإدارة الأمريكية نشر معلومات استخباراتية تظهر أن الصين تدرس إمكانية تزويد روسيا بالأسلحة لدعم حربها في أوكرانيا، لكنه يعتقد أن هذه مجرد بداية لفضح الصين على غرار ما فعلت واشنطن مع بوتين قبيل غزوه لأوكرانيا، لكن ذلك لا يردع بكين حقاً برأي الكاتب. ويقول: إذا قام بايدن برسم خط أحمر للصين، فمن الأفضل أن يكون على استعداد لدعمه ببعض العقوبات الوخيمة كالرسوم الجمركية ومناورات الأسطول البحري ومبيعات أسلحة إضافية إلى تايوان، وحملة واسعة جديدة لعزل الصين دبلوماسياً، وإلا فإن هذا الخط سيتحول إلى إعادة تكرار للخط الأحمر في سوريا الذي لم تكن واشنطن مهتمة بفرضه رغم منادات أوباما به. هال براندز في بلومبرج: هدف خطة الصين بشأن أوكرانيا هو تحدي الولايات المتحدة. يحذر الكاتب من أن أي تدخل صيني لمساعدة فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا قد يغير المعطيات على أرض المعركة، ويرى أن هذه الخطوة تعني استعداد الصين لخوض مواجهة مع الدول الديمقراطية. ويقول براندز إن هناك دوافع عدة يمكنها أن تردع الصين، مثل خشيتها من تضرر علاقاتها مع أوروبا أو تعرضها للعقوبات الأمريكية والإدانة الدولية. وفي المقابل يخشى شي جين بينغ من تعرض بوتين للهزيمة، ما يعني اضطرابات داخل روسيا قد تهدد التحالف بين الدولتين في مواجهة الولايات المتحدة التي تملك شبكة تحالفات أكبر. دوف زاغايم في موقع ذا هيل: على بايدن أن يوضح للصين عواقب مساعدة روسيا. يجادل الكاتب بأن بايدن لا يستطيع أن يتحمل خطأ عدم التصرف بسرعة وشجاعة تجاه الصين إن ساعدت روسيا بمعدات قتالية، فالصين مدينة معنوية لروسيا بمساعدتها في الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، كما أن بكين تستطيع مساعدة موسكو بطريقة سرية نوعاً ما عبر طرف ثالث كإيران أو عبر شركات عسكرية صينية تتستر بمسميات غير عسكرية، ومنها من يعمل في الولايات المتحدة، والبنتاغون قيد التعامل مع بعضها. لذلك يطالب الكاتب الرئيس بايدن بإفهام الصين بالعواقب الحقيقية لعملها، خاصة إن تخطت الخطوط الحمر الأمريكية، والاستعداد لإنزال العقوبات الفورية ببعض الشركات الصينية العاملة في أمريكا، وتسليم طائرات F-16 ودبابات حديثة لأوكرانيا، ودعوة دول الناتو لفعل شيء نفسه مع الصين وشبكاتها التجارية المملوكة من قبل الحزب الحاكم أو أتباعه.